مرحبا طلابي بالجزء الثاني من الفصل الثاني. اليوم راح ندرس، درسنا بالدرس السابق الأجزاء المجهر. اليوم راح ندرس ل preparing of objective to observe. أنا أريد أشوف عينة، تمام؟ إذا كيف يتم تحضير مادة أو عينة لمشاهدتها؟ كيف يتم تحضير عينة لمشاهدتها؟ طبعا أكيد تحت المجهر، under the microscope. preparing it mean تحضير، object عينة أو الشيء المراد مشاهدته، to observe. preparing the object is very important for good observation under the microscope. أنا من أريد ألاحظ جسم أو للحصول عليه، للحصول على مادة أو شيء مهم جدا، فلازم أجي أني أفحصه وأشوفه تحت المجهر. We can observe small organisms easily with microscope, but we must cut big object for observation. تمام. هنا يجب علينا عندما نريد مراد دراسة أي عينة، يقول لك يفضل أنه عندما يراد دراستها يجب أن تقطع تحت المجهر بشكل كبير، يعني أقطع الجزء اللي أنا أريد أدرسه بشكل big object، يعني البيس مات اللي دا خليها هنا مو نقطة لا، وإنما أخذ قطعة كبيرة منها وأحطها بالسلايد وليس نقطة. هذه ما راح أقدر أستفاد إنه أشوفها بشكل صغير جدا، ما راح أركز عليها، لكن الشيء اللي أنا أريد أدرسه لازم أخذ قطعة كبيرة منه. So must cut big object for observation. يجب شنو؟ قطع جزء كبير أو أجزاء كبيرة عند الفحص. ليش؟ ليش؟ Because we can observe and get organisms easily. تمام؟ So observe more small organisms so the observation will be easily with microscope. لما أريد راح أقطع الجزء اللي الكائنات الحية الصغيرة اللي أنا دا أريد أشوفها، راح أقطع وأخذ مادة العينة بشكل كبير، راح أقدر أشوفها بسهولة تحت المجهر. أوكي، أنا لازم أعرف كيف يتم أخذ هاي العينة أو كيف أحضر هذا السلايد. هذه تحفظ النقاط بالتسلسل، تمام؟ تحفظ النقاط بالتسلسل، ما يصير نغير، مو بكيفنا نكتب، لازم واحد بعدين اثنين بعدين ثلاثة بعدين أربعة. أوكي، أول شيء put one drop of water on the slide. إذا راح أجيب أول شيء قطرة ماء أضعها على هاي القطعة الزجاجية. هاي القطعة الزجاجية المستطيلة تسمى بالسلايد. put one drop، وضع قطرة ماء وين؟ على السلايد. السلايد اللي هو هذا الزجاجة، أحط نقطة ماء. اثنين، place on object on the slide، فوق المي أحط القطعة المراد دراستها، تمام؟ وضع القطعة المراد الـ object المراد دراسته، تمام؟ وين؟ on the slide، على السلايد. أوكي، رقم ثلاثة، أول شيء lower the cover slide. بشوف هذا الكفر، هذا
القطعة الزجاجية الثانية الصغيرة أخليها وين؟ فوق المادة المراد دراستها اللي أنا حطيتها. Lower the cover glass، قطعة زجاجية خفيفة ورقيقة هي هاي المربعة. هذا السلايد هو الكبير، هذا cover slide صغير، هذا أحطه الكفر سلايد على العينة اللي أنا خليتها. So the lower، بعد هنا هذا قانون مهم وتعليل يجيك مهم. Okay، lower the cover glass slowly، lower the cover glass slowly to avoid، علل. Why lower the cover glass very slowly، ليش أخلي هذا الكفر جلاس بشكل بطيء؟ ليش أخليه بشكل بطيء؟ الجواب الأنسر to avoid air pockets، pull the tweezers out. هنا to avoid air pockets or bubbles، يعني لمنع حدوث فقاعات هواء. وأسحب هذا طبعا ملقط تويزرز، أسحب التويزر على كيفي من تحته وأنزل السلايد very slow. ليش very slow؟ to avoid air pockets أو bubbles. okay، after that placing the cover glass the excess water should be absorbed with paper. شوف هاي ورقة جابت اللي دي تشتغل، جابت ورقة وين خلتها؟ على الحافة. أنا خليت قطرة مي، طلع من القطرة أكو مي زايد، فأني ما أريد أخلي وتتوسخ العدسات ماتي، أنظف السلايد ماتي من أي مي طالع عن طريق بيبر. أخلي البيبر، هي البيبر تمص المي، absorb the water، تمتص الماء، الورقة اللي وضعتها تمتص الماء، تمام الزايد. أنا طبعا كل دراستي هاي الأربع نقاط تمام، وحضرت سلايد هو كان لي بشرة بصل تمام، وراح أشوف خلايا بصل، راح أشوف خلايا بصل، يعني أنا أخذت قشر مال بصل cross section of onion leaf، ورقة بصل تمام on onion leaf in microscope. وبهذا راح أشوف تحت المجهر خلايا البصل. طبعا هذا الرسم مطلوب وحفظ عندكم تمام، فمهم. فأرسم خلايا البصل، يعني أسوي مربع تمام، وأرسم خلايا البصل بهذا الشكل اوكي. هذه هي خلايا البصل، وارسم كل خليه لديها نيوكليس. النيوكليس هسه درسوها معناها نواه، كل خليه لديها نواه اوكي. فااشر، يعني ااشر هنا اقول هذه اونيون سيل، هذه خليه بصل، وهذه النقطه اللي انا سويتها الدويره هي نيوكليس. نيوكليس اتمين نواة الخلية، هذه خلية بصل. فهذن التأشيرين مهمة عليها. وبهذا رسمت نفس الرسم، أنا عندي هاي الخلية وهذه للنيوكليس النقاط الموجودة بها. وتحفظ هذن كيف يتم تحضير شو اسمه، ينكتب بالدفتر عندكم، ومهم جدا مع الرسم. وبهذا انتهينا من الرسم مالتنا اوكي، والتحضير للسلايد. اجي هسه
هنا شي يقول لي the compound. طبعا هنا أنا عندي رسم compound microscope، عندي magnification معناها التكبير. أنا شلون راح أطلع تكبير هذا الجزء اللي أنا دا أريد أدرسه؟ كيف يتم تكبيره؟ magnification. تعريف magnification هو the total magnification of object is the power، هو القوة of the eyepiece، القوة للعدسة العينية. شقد دائما العدسة العينية 10x، هذا قانون دائما. يبقى أني بيش أغير؟ أغير بهاي العدسات اللي هي الأوبجكتيف، تمام؟ دائما خلي ببالك، قال لك إياها المدرس أو ما قال لك إياها، هي شقد 10x العدسة العينية. فالتكبير هو شنو؟ هو قوة، is the power of the eyepiece، قوة العدسة العينية في منو؟ العدسة الشيئية، تمام؟ عدسة عينية، عدسة عيني شيئية، هذه شقد 10x ما تتغير، لكن من اللي تغير؟ الأوبجكتيف، تمام؟ فحسب ما موجود أبلش من low power objective شقد 10 and that of the ocular 10 when the low power objective use the total magnification شقد 10 في 10 100، هذه 10 إذا استخدمت الصغيرة يعني 10 في 10 10 في 10 100، تمام؟ زين أوكي، أنا إذا ما استعملت العشرة الأكس هذه راح أستخدم 40، إذا عدسة العين ماتي هاي شقد؟ تقولي لي 6، ما هي بقت ثابتة في مضروبة في 40، استخدمت هالمرة 40، إذا شقد صارت؟ الصفرين تنزل وشنو؟ 400 شقد؟ التكبير 400x إذا صارت. وهكذا إذا 10x عدسة عينية في استخدمت مثلا 20 عدسة قوتها 20، تمام؟ استعملت إذا هذه 20 مرة العدسة الشيئية وما كان 40، أوكي؟ إذا إيش قد صارت؟ 200x وهكذا، تمام؟ عدسة عينية مضروبة في عدسة شيئية، هذا هو magnification، هذا هو التكبير، هذا القانون. تجيك كمسألة رياضيات يقول لك أريد تنطيني تكبير لعينة spaceman، تمام؟ هذه العينة استخدمت بها الأوبجكتيف مثلا 40 مثال، أو استخدمت أوبجكتيف 10، أو استخدمت أوبجكتيف 30، فرأسنا تقول لي 10 في 30 إذن 300x، تقول لي إذن 6 التكبير عندي شقد صار؟ 300. وهكذا هو القانون، هذا ثابت، عدسة عينية في عدسة شيئية، أوكيولر تمام أور آي بيس ملتبلايت مضروب، ملتبلايت يعني ضرب، باي ذا باور أوف ذا أوبجكتيف بالعدسة الشيئية. استخدمت 10 إذا أضربها في العدسة العينية اللي هي 10 طلعت لي 100، استخدم 40 أضرب 10 في 40، استخدمت 20 أضرب 10 في 20، هاي 10 للعدسة العينية تبقى ثابتة، أوكي؟ Important note: don't use course adjustment with 14 or 16 and 100 objective. يعني دائما قانون عندك، ملاحظة مهمة، ملاحظة مهمة. دائما العدسات الكبيرة اللي هي 40 60 100 التكبير مالتها 40 مرة 60 مرة أو 100 مرة ما أقدر أستخدم بها الكورس أجسمنت، لعد شي أستخدم الفاين، لازم أستخدم بها الفاين، تمام؟ أوكي، يعني المنظم الدقيق فاين أجسمنت. أجعله هنا أنا عندي جدول يقول لك هذا، دي يقول لك الماجنيفيكيشن إذا استخدمت، طبعا دائما شوف دائما
هنا هذه 10 وليس 16، تمام؟ هذه 10 وليس 16، دائما 10 العدسة العينية. يا أما 10 في 4 هذه لو باور، كلش 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 صغيرة، فعشرة في 4 راح تصير 40، أو أوبجكتيف 10 في 10 هذه أيضا لو أستخدم راح تصير 100، هذه هاي 40، 10 في 40 400. المية هذه يسووها الأويل إمرجن، يعني هاي العدسة، العدسة الكبيرة التكبير ما أقدر أستخدمها ببحتها إلا لازم قطرة زيت أخلي على على السلايد قطرة زيت، يلا أستخدمها. أوكي، زين. وألف وليس 1600. أوكي، أجي هسه من التكبير، انتهيت من الماجنيفيكيشن وانتهيت من الفصل الثاني. اوكي، وبهذا انتهيت من الفصل الثاني، وان شاء الله حل الاسئله موجود بالملزمه، وان شاء الله اشوفكم بخير وصحه وسلامه بالفصل الثالث، والى لقاء قريب ان شاء الله.